السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد الذي لم أضع فيه لا مقدمات ولا أي شيء من هذا القبيل، وإنما أردت فقط أن أخبركم وأعلنكم وتكونون بعلم أنه تم إنشاء رابطة جديدة لحقوق الإنسان، والتي ستتكفل بالدفاع على حقوق الجزائريين والتونسيين والمغاربة. وسيصلكم الجديد على هذه الرابطة في هذه الأيام، لأنها في هذه الأيام هي في حالة إنشاء وفي حالة تحضير لجميع المجريات الإدارية والقضائية والقانونية لأجل بداية في العمل من أجل قضية تكون لصالح كل من إخوتنا، كما قلت، الجزائريين وإخوتنا المغاربة والتونسيين، سواء القاطنين والساكنين في بلدانهم أو سواء الساكنين أو الجالية المتواجدة هنا بفرنسا. تجدون أسفل هذا الفيديو رابط للصفحة التي أنشأناها خصيصا لهذه الرابطة. تحية طيبة مني إليكم، وتابعوا معي وما يكون غير الخير إن شاء الله. ألف سلامة مني إليكم جميعاً.